لماذا لم يعلن حزب الله حتى هذه اللحظة عن أي تفاصيل فيما يخص هذه التهدئة إن صح التعبير؟ نعم، ربما هي الهدنة بشكل عام أو هذه التهدئة التي حصلت تأتي في الأطر الاستخبارية، لذلك لم نجد حتى اللحظة لم نجد هنالك معلومات دقيقة حول بنود الاتفاقية وطبيعة تلك الاتفاقية، لكن التصريحات الرسمية الإسرائيلية من خلال المسؤولين السياسيين والعسكريين تدلل على أنهم ماضون في عملية استهداف التهديدات والمخاطر التي تنطلق من داخل لبنان، وبناء عليه أنا أرى بأن حجم المخاطر ما زالت متنامية، لا سيما وأن خطوط الإمداد إلى حد ما ما زالت مستمرة، وخاصة عندما نتحدث عن معبري القائم البوكمال الذي يمدهم بالسلاح بشكل رئيسي، كذلك أيضا استخدام صواريخ فاتح 110 ربما قد تكون هي أحد أهم المخاطر التي من شأنها قد تضطر أو يضطر الجانب الإسرائيلي إلى استخدام آليات مختلفة عن السابق، بحيث أنه يستهدف مجموعة من الأهداف داخل الأراضي السورية قبل شحن تلك الصواريخ، وذلك من خلال استخدام تكتيك الضربات الوقائية بدلا من تكتيك الضربات الاستباقية التي حصلت في لبنان. وربما بموجب القراءة الأولية قد ينتقل باتجاه مدينة تدمر، خاصة وأنها تمثل عقدة الطرق الدولية الرابطة ما بين كل من البوكمال القائم وصولا إلى مدينة دير الزور ومنها إلى تدمر، ومنها يتفرع الطريق الدولي باتجاه مدينتي حمص حيث باتجاه معبر جوسية وباتجاه مدينة القصير بالتحديد، وبالمحور الآخر نتحدث عن معبر المصنع باتجاه العاصمة السورية دمشق. نعم. وكذلك أيضا الأنشطة المستمرة من قبل حزب الله وتحديدا حزب الله طبعا اللبناني، لا سيما في المنطقة الجنوبية من سوريا وقوة الرضوان التي تشكل أحد أهم أعمدة مشروع إيران في المنطقة العربية بشكل عام، وكذلك أيضا وجودها بالقرب من الحدود السورية وتحديدا باتجاه الجولان المحتل.